الكويت، وضيفي من هناك السيد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية. مرحبا بك سيد ناصر. أهلا وسهلا. بداية لنتحدث، لديكم أنتم كمركز الجمان دراسة عن سهم بوبيان والذي سيتم إدراجه يوم غد ضمن قطاع البنوك، ما هي أهم الميزات التي يتصف بها هذا البنك؟ طبعا هو يعني أول بنك كويتي يدرج في سوق الكويت الأوراق المالية بعد إعادة هيكلة السوق بشكل نظامي عام 84. هو أول بنك من 22 سنة يدرج ضمن البنوك الكويتية. طبعا هذا حدث مهم لأن بنك إسلامي في إقبال كبير عليه، وأيضا معظم المواطنين الكويتيين داخلين كمساهمين من خلال الاكتتاب العام الذي تم. فأما من ناحية السعر فيتحدد بناء على تقابل العرض بالطلب غدا، وقد لا يكون منطقية من أول صفقة من حيث الارتفاع والانخفاض، وإن كان كذلك يعني إذا كان غير منطقي السعر فالأيام كفيلة بإيصاله إلى الأقرب للمنطق. نتوقع أن يكون السعر هو سعر سيطرة أو استحواذ الذي يزيد عن السعر العادل بما لا يقل عن 100%، لأن في أكثر من طرف نعتقد من وجهة نظرنا يسعون إلى تملك حصة رئيسية في البنك وبالتالي سيطرة عليه، لأن الآن أكبر مساهم فيه الحكومة وهي عادة ما تكون بما يسمى بالشريك الصامت عندما يتدخل كبار المستثمرين من القطاع الخاص. ما هي نسبة الحكومة سيد ناصر في البنك؟ تقريبا 25%. فنتوقع أن يكون تداول حاد على السهم، سيدخل صغار وكبار المضاربين على السهم للاستفادة من توقعات الاستحواذ. هذا شيء بديهي، بس بافتراض أنه يكون بداية تداول بسعر معقول وليس مرتفع جدا، قد يسيطر على البنك أكثر من طرف، فإما أن يتحولوا إلى حلفاء أو يتخارجون بالتراضي أو تشتد المنافسة فيما بينهم إذا ما توصلوا إلى اتفاق وينعكس هذا على السعر في السوق. كذلك العديد من صغار وكبار المضاربين سيلوا بعض أسهمهم للإعداد للمضاربة على سهم بوبيان اعتبارا من غدا بإذن الله تعالى. لكن كما يبدو سيد ناصر الأداء اليوم على ارتفاع، يعني يبدو أن حجم السيولة لم تكن بالكبيرة ربما لعمليات يعني التسييل لم يكن بالمستوى الكبير، السوق عاد وارتفع بمجمل قطاعاته. نعم، يعني طبعا هذا احنا لازلنا نمر في حالة تذبذب وعدم الاستقرار صعودا وهبوطا، لكن أحب أوضح يعني وجهة نظرنا بشكل دقيق جدا بما يتعلق بترابط السوق الكويتي مع السعودي. نعم تفضل. بالأمس شاهدنا أن العلاقة اللي يدعيها البعض غير موجودة إطلاقا، حيث ارتفع مؤشر البورصة السعودية بما يقارب 10% نتيجة للتغييرات المعروفة، بينما انخفض سوق الكويت 1%. نعم. فهذا يعني يا ريت اللي يروجون لموضوع يعني الترابط يقفون عند هذا الحد، لأن صارت عملية واضحة بأن هناك عدم ترابط إلا من ناحية النفسية واللي هي غير صحيحة، واللي قاعد يتكبد مقابلها يعني أو من يستمع لهذه الإشاعات أو الترويجات خسائر كبيرة. لا يوجد ترابط نهائيا إلا من حيث الناحية النفسية، حيث من حيث الناحية الفعلية مؤشرات الكويت تختلف عن مؤشرات السعودية وباقي دول الخليج. إذن لنتحدث بهذا الموضوع سيد ناصر، يعني نلاحظ أن السوق الكثير من البيانات أشارت، يعني حتى محللين اقتصاديين أشاروا أن السوق قد استنفذ عملياته التصحيحية، ندخل اليوم في مرحلة تذبذب إن كانت حادة أو حتى طفيفة، يعني هل تتفق مع هذه الآراء؟ أيضا تتصف حالة التذبذب بعملية انتقائية لبعض أسهم الشركات. طبعا حالة التذبذب مستمرة رغم أن انتهاء يعني التصحيح المطلوب، لكن لا زالت الرؤية غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل، واللي ما تعطينا يعني يقين في توجه السوق صعودا أو هبوطا اقتصادية سواء أمنية أو سياسية إقليمية أو محلية. فالتذبذب نتوقع أنه يستمر وما في توجه واضح لأداء السوق. نتمنى في المستقبل القريب
خاصة غدا أيضا سيكون هناك حدث مهم أيضا وهو آخر يوم لإعلان النتائج. فبالتالي تتضح الصورة ويعني يتجه كل في طريقه حسب ما يراه مناسب. نعم، أولا يسعني إلا أن أشكرك سيد ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان. وبالنسبة